والله حبك عجبين انكتب وقلبي بحبك ما كذب. انت عندي بالدني انت عندي بالدني المنى وعز الطلب. ولك تسلمي لي تسلمي لي تسلمي لي يا حالة. منو هذا؟ منو هذا؟ ابن بلدك. هذه المعلومة الأولى. فنان السوري. مين؟ مين؟ إيه مين طبعاً مين؟ أنا ما بتابع فن. من عائلة الديك. يعني هذا علي علي الديك؟ لا. أخو علي اسمه حسين الديك. والله ما بعرف ما حصل لي شغل. هذه بلدك هي بلدك كيف يعني كل يوم أطفال الأطفال عبي بالبراميل والطيران عم بينشالوا أشلاء أشلاء الإيد الرايحة الراس المقطوع. ما فيش تركيز يعني ما فيش يعني يعني أنتوا ما بعرف الإعلام يا أما مغيب يا أما عم تتفرجوا على محطات الأخرى. يعني شو موجوع بلدك بلدي هي شو يعني شارع كل شارع كل ضيعة كل حي بهمني أنا شو أنا ابن سوريا أنا خسرت بلدك عم نخسره إن شاء الله من نرجع بالأخير ولا يصح إلا الصحيح والله على الظالم الله على الظالم. الشرف في مواقف السياسية هي بلدي بلدي تحترق بلدي تدمر بلدي تقتل. واسمك يا شهبان يا شهبان كاتب مجد حضارة حضارة وأدب.